الرئيس السيسي يوجه بالبدء في الانتقال للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من ديسمبر القادم. مفوضة حقوق الإنسان تنبه بوحشية الانتهاكات في تجريب بإثيوبيا وتطالب بمحاسبة المسؤولين. وفي الاقتصاد، وزير البترول يؤكد تحقيق أعلى معدل في إنتاج البترول والغاز خلال العامين الماليين الآخرين. تفاصيل النشرة. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وجه خلاله الرئيس السيسي الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي. استعرض رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التقرير المقدم من دكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، حول جهود لجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس خلال شهر أكتوبر، حيث أوضح أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 571 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين. وأوضح المستشار الطبي لرئاسة الوزراء أن الاستجابات خلال شهر أكتوبر شملت صدور 190 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن إجراء 109 عمليات جراحية وإصدار 16 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي. في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع ممشى أهل مصر من أبرز مشروعات التنزه والترفيه والجذب السياحي في وسط القاهرة ويحقق بعدا اجتماعيا مهما. تصريحات مدبولي جاءت خلال حضوره احتفالا بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر وبدء التجهيزات لافتتاحها مطلع العام المقبل. وخلال الاحتفال شدد مدبولي على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة وكذا الأمن للحفاظ على ما تحقق من إنجاز. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القرار الذي اتخذته مصر قبل 5 سنوات بتحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر عام 2016 عزز من قوة ومتانة ومرونة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد بمثابة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي. وأوضح مجلس الوزراء أن القرار ساهم في تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبية، الأمر الذي انعكس إيجابا على ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه المصري وتحسين أدائه ليتصدر أفضل العملات الناشئة أمام الدولار، فضلا عن دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات والتحولات الجذرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، ما جعله محل إشادة من قبل المؤسسات الدولية المعنية ومحط ثقة للمستثمرين. نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه بوحشية قصوى تطغى على النزاع في إقليم تجري الإثيوبي، مشيرة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك. جاء ذلك خلال عرض باشليه نتائج تحقيق مشترك تم إجراؤه مع إثيوبيا وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها كل الأطراف. في سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتريش إلى الوقف الفوري للمعارك في إثيوبيا. يأتي ذلك غدا إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في أنحاء البلد إثر سيطرة مقاتلي جبهة تحرير شعب تيجري على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة، فيما أعلنت قوات جبهة تيجري انضمامها إلى قوات تحرير أورومو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية.
إلى تطورات الملف السوداني، حيث أفاد مصدر قريب لرئيس الحكومة السودانية المقالة عبد الله حمدوك بعدم التوصل إلى اتفاق بين حمدوك والمكون العسكري، مشيرا إلى أن المحادثات ما زالت جارية. وكانت مصادر إعلامية قد أفادت بأن حمدوك قد وافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية بشرط الإفراج عن الوزراء المحتجزين. هذا ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة بعد غد الجمعة لبحث التطورات في السودان، وذلك بناء على طلب من بريطانيا نيابة عن 18 دولة. وتوقع مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان أن تحقق جهود الوساطة المحلية والدولية المرجو منها خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن الحل الوسط الرئيسي المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية وتعيين حكومة تكنوقراط. شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم هجوما جويا بعدد من الصواريخ استهدف إحدى النقاط في ريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلا عن مصدر عسكري بأن الهجوم أسفر عن بعض الخسائر المادية. أكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندر كينغ أن هجمات ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب يعيق جهود إحلال السلام، وأوضح أن تصعيد الحوثيين في مأرب يزيد من تدهور الوضع الإنساني في اليمن الذي بات على حافة الهاوية. وأضاف المبعوث الأمريكي أن ميليشيا الحوثي تواصل قصف المناطق المدنية في محافظة مأرب الاستراتيجية بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد. أعلنت حركة طالبان مقتل أحد قادتها في هجوم استهدف المستشفى العسكري في العاصمة الأفغانية كابول. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي تسبب في مقتل 25 شخصا وإصابة 50 آخرين. وقال المتحدث باسم حركة طالبان إن محيط المستشفى شهد وقوع انفجارين عقبهما هجوم مجموعة من المسلحين، مضيفا أن قوات الأمن من طالبان قتلت 4 من المهاجمين وألقت القبض على 5. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تخطت 247 مليون و447 ألف حالة، بينما تجاوزت الوفيات 5,011,000 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة، بلغت أكثر من 46 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21 مليون حالة. وفي روسيا فرضت السلطات عطلة رسمية حتى 7 من نوفمبر الحالي في محاولة لتقليل الزيادة القياسية في معدلات الإصابة بالفيروس. وفي المقابل أعلنت الفلبين رفع حظر التجول المفروض منذ مارس العام الماضي في العاصمة مانيلا اعتبارا من الغد. ويأتي القرار بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 58 حالة وفاة، وأشارت في بيان إلى خروج 644 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 279823 حالة. تواصل الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو استقبال العاملين بالقطاعات المختلفة لتلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس. نتابع. تواصل الرعاية الطبية بالهيئة الوطنية للإعلام عملها لتطعيم العاملين بها كافة بلقاح المضاد لفيروس كورونا وفقا لجدول زمني للقطاعات بالهيئة، وذلك وسط إجراءات احترازية غير عادية تتم خلال عملية التطعيم. احنا دلوقتي نقترب من الشهر الثاني من بداية التطعيم، الحمد لله احنا تخطينا حاجز 10,000 تم تطعيمهم من الهيئة الوطنية للإعلام، سواء الجرعة الأولى والجرعة الثانية. انتهينا من تطعيم الكامل ل10,000 زميل، ما زلنا مستمرين لحد انتهاء جدول التطعيمات طبقا لكل قطاع.
احنا عندنا التطعيم حضرتك موجود الاسترا سواء الاسترازينيكا جرعه زي ما حضرتك عارف، الجرعه الثانيه لسه طبعا حسب الجدول بتاعها، لكن السينوفاك والسينوفارم اللي تقريبا يعني تم تطعيم حوالي 70% منهم من الناس اللي كان لهم الجرعه الثانيه، يعني الحمد لله تقريبا 70% من الزملاء اللي كان لهم جرعتين من التطعيم الصيني تم الانتهاء منه. احنا النهارده هنبدا قطاع التلفزيون والمتخصصة والفضائيات، ما زلنا باقي تقريبا 6 قطاعات مستمرين في التطعيم بتاعهم للجرعة الثانية، والأقاليم في نفس الوقت بالتنسيق مع وزارة الصحة تم تطعيم تقريبا أكثر من 60% من الزملاء في منطقة الأقاليم. التطعيم يتم تفعيله للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام بشكل فوري من خلال الفرق الطبية المتواجدة كأحد الإجراءات الميسرة التي تتم داخل الهيئة. في نفس اللحظة اللي بناخد فيه الاي دي وبناخد ال20 رقم بتخش بيه على السيستم، بتبعت له رسالة في ساعتها، بيجي بعد كده يخش يطعم اللقاح المتوفر موجود. المواعيد مفتوحة، بنقابل أي ضغط بنقابله الحمد لله ولله الحمد، هنا ناس متعاونة معانا في الأمن وفي العلاقات العامة والموظفين نفسهم، يعني الموظفين نفسهم دلوقتي عارفوا خلاص أهمية اللقاح. العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام أثنوا على تلك الإجراءات الميسرة التي تتم لهم خلال عملية التطعيم. أمور ميسرة الحمد لله، والتباعد موجود، والخدمة ميسرة. جيت سلمتهم البطاقة، شافوا ال20 رقم، سجلوني على الكمبيوتر، دخلت اتطعمت، الموضوع ما خدش اكتر من 10 دقايق. الدنيا كويسه ومفيش اي مشاكل، وحتى الطابور في نظام وموظفين يعني في تناسق مع بعضيها ومفيش اي مشاكل يعني الحمد لله. اجراءات الميسرات تتم خلال عمليه التطعيم وسط اقبال غير عادي من قبل العاملين بالهيئه الوطنيه للاعلام الذين يؤكدون مجددا وعيهم الكامل باهميه التطعيم للوقايه من المرض ومن انتشاره. محمد حلمي، التلفزيون المصري. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اهتمام الوزارة بملف التدريب وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية بمختلف مستوياتهم الإدارية وأعداد صف ثان في المحليات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال استقبال شعراوي وفدا من وزارة الداخلية والسلامة بكوريا الجنوبية. من جانبه أعرب رئيس الوفد الكوري عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والتعاون لمصر، خاصة في مجالات التدريب وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطن بطريقة سريعة وإلكترونية وتبادل الخبرات الممكنة لتحقيق مصلحة الشعبين. وأشاد المسؤول الكوري بالنهضة الكبيرة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات، لافتا إلى إمكانية التعاون فيما يخص برنامج تطوير الريف المصري والاستفادة من التجربة التنموية لكوريا الجنوبية في هذا الشأن. تلقى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تقريرا من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة عن تسلم محافظة المنوفية المدفن الصحي الآمن بمدينة كفر داود بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه. وأوضح شعراوي أن المدفن الصحي الجديد تم إنشاؤه على مساحة 12 فدان ويتكون من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية إلى جانب التجهيزات اللازمة لعمليات تشغيل هذا. وقد أكد شعراوي على الحرص على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة والتي يتم تنفيذها حاليا في مختلف محافظات الجمهورية. على هامش زيارة الحالية للعاصمة البريطانية لندن، بحث الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار مع نظيره البريطاني سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من بريطانيا. وأكد العناني عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدا بالتعاون بين البلدين في العديد من المجالات منها السياحة والأثار. من جانبه أشاد الوزير البريطاني بمواحفاته مع نظيره المصري، معربا عن تقديره لنجاح حدث موكب المومياوات الملكية الذي نظمته مصر في شهر أبريل الماضي. بحضور دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات فعاليات الدورة 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. ويشارك في المعرض أكثر من 1630 ناشرا عربيا وأجنبيا و85 كاتبا ومبدعا وفنانا من مختلف دول العالم. وحصدت مصر 2 من جوائز المعرض، هما جائزة كتاب العام لليافعين وفاز بها
هروب صغير للكاتبة عفاف طبالة والرسامة مريم هاني عبد السلام الصادر عن دار نهضة مصر، وجائزة الكوميكس التي نالها كتاب 70 كيلو للمؤلفة وئام أحمد محمود والرسام علي الزيني. ومن جانبها أكدت وزيرة الثقافة تقديم كل الدعم للمبدعين داخل مصر. تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم توزيع وجبات التغذية المدرسية على التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال وتلاميذ المرحلة الابتدائية بجميع مدارس المحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى والتي تضم الفيوم والإسكندرية وبني سويف وكفر الشيخ. على التلاميذ بمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بجميع مدارس محافظة الفيوم الحكومية والرسمية بدأ توزيع وجبات التغذية المدرسية ضمن محافظات المرحلة الأولى التي بدأ بها تطبيق هذا النظام، وتشمل بالإضافة للفيوم محافظات بني سويف وكفر الشيخ والإسكندرية. الوجبة من نوع جديد وفيها فكر جديد، فيها الأول بنعود ولي الأمر إن حتى لو نسي يدي لابنه المصروف أو إن هو نسي يديله الوجبة بتاعته من البيت، إن المدرسة هتقوم بدور بديل عن ولي الأمر في الموضوع ده. تاني حاجة إن أنا في شخصيات على العلبة بتعرف كل يوم التلميذ بشخصية من شخصيات أبناء مصر، والدكتور أحمد زويل، الدكتور فاروق الباز وغيره وغيره، معالم تاريخية عن مصر موجودة على العلبة. وجبات التغذية المدرسية التي تولت لجنة التغذية بكل مدرسة توزيعها على التلاميذ تكونت من علبة لبن بالفواكه ومغلف من البسكويت المحتوي على الأملاح والمعادن التي يحتاجها جسم الطفل طبقا للمواصفات العالمية، لتعمل هذه الوجبات على علاج الأنيميا والتقزم لدى الأطفال، المشكلات التي كشف عنها المسح الذي أجرته وزارة الصحة العام الماضي على تلاميذ المحافظة. فمن خلال هذه الوجبات إن شاء الله سوف يتم معالجة بعض الأمراض اللي هي ظهرت في حملة 100 مليون صحة. فالاهتمام بتغذية الطالب والاهتمام بتعليمه اللي أولاهم السيد رئيس الجمهورية اهتمامه، طبعا دوت هيؤدي إلى يكون المخرج التعليمي في الفترات القادمة إن شاء الله مخرج تعليمي مميز. ويصل عدد التلاميذ المستفيدين من توزيع الوجبات المدرسية بالفيوم إلى حوالي 500,000 تلميذ وتلميذة بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، يتم توزيع الوجبات عليهم وفقا للعدد الفعلي بكل مدرسة بدون وجبات زائدة. أفطر هنا بسكوت ولبن. توزيع الوجبات الغذائية المجانية على تلاميذ المدارس إنما يعكس حرص الدولة على أطفالها واهتمامها بصحتهم وسلامتهم. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. أكد وزير الزراعة السيد القصير أهمية التحول إلى نظم الري الحديث التي تزيد من الإنتاجية وتخفض من التكلفة، وخلال تكريمه أفضل المنتجين من المزارعين لمحصول القمح، أشار القصير إلى ضرورة تكثيف حملات توعية المزارعين لاتباع النظم الزراعية الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة. متابع. استراتيجي هو محصول القمح أحد الأعمدة الرئيسية في تحقيق الأمن الغذائي. وزارة الزراعة تضع المتابعة المستمرة أولوية في تنفيذ خطة الدولة للنهوض بإنتاجية المحصول، ولهذا يأتي تكريم بعض من المزارعين الأعلى إنتاجية في أفدنتهم المنزرعة بالقمح. نستهدف السنة الجاية أن احنا نرفع المتوسط العام للإنتاجية من 19 ل 20 أو 21، وبالتالي مسألة التوسع الرأسي ومنهج التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة وتقديم الخدمات الإرشادية للفلاحين بحيث نزود متوسط الإنتاجية، وبالتالي تحصل تقلل معانا الفجوة في الاستيراد وبالتالي تزود نسبة تحقيق الاكتفاء الذاتي. نختار المزارع اللي هو كويس ونبدأ نديله تقاوي ببلاش ونزرع عنده حقول على مساطر عشان توفر من المية وفي نفس الوقت توفر من التقاوي وبتجيب انتاجية عالية جدا. البحث عن التنوع في صنف وآخر يناسب الظروف المناخية بالإضافة لوسائل ري حديثة طرق مختلفة يسعى إليها ويشرف عليها معهد البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي لزيادة انتاجية الفدان. الحكومة اهتمت بهذا القطاع وبرنامج حياة كريمة، الهدف منه أحد أهدافه الرئيسية هو التنمية الزراعية وتحسين الزراعات والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تبطين الترع، من خلال تقديم استخدام الري المتطور. احنا كنا متعودين نزرع في السنين اللي فاتت قبل كده زراعة عادية تقليدية، إنما بالجهود الجماعة بتوع الإرشاد
زراعة على مصاطب واتباع التوصيات الفنية بتاعتهم بنقدر ننهض بمحصول القمح. عام ماضي تحقق فيه إنتاج محلي لأكثر من نصف الاحتياج من القمح. تدريجيا تسعى الدولة في خطتها المواكبة لظروف الزراعة الحديثة عالميا للوصول إلى الاكتفاء من المحصول. أحمد نبيل، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، وقد نجحت جهود الوزارة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. استمرارا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتقليد العملات النقدية، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تشكيلات عصابية بشمال سيناء والدقهلية والبحر الأحمر لقيام عناصرها بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وأراضي وسيارات في محاولة لإخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وفي الاتجاه ذاته تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة لقيامه بغسل 30 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدرها وإصباغها بصبغة شرعية خلافا للحقيقة. وفي إطار مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 تشكيلات عصابية بسوهاج والمنيا لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين في الخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة الوطنية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط الإجرامي طبقا للفحص المستندي 10 ملايين جنيه. الإدارة وفي إطار تصديها لجرائم توظيف الأموال تمكنت من ضبط 3 تشكيلات عصابية بالغربية والجيزة والمنيا والقاهرة لقيام عناصرها بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال من مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال التجارة والصناعة مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنهم لم يتمكنوا من سداد الأرباح أو رد المبالغ المستولى عليها حيث قاموا بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه تحت هذا الزعم. كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيام عناصره بتقليد العملات النقدية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تم ضبط الأدوات والمواد المستخدمة في عمليات التقليد. من جانبها نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على 2,300,000 جنيه من أحد المواطنين بزعم مشاركته في المدرسة ملكه خلافا للحقيقة. أخبار الاقتصاد، أهلا بحضراتكم. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا تحقيق أعلى معدل في إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا. وأشار خلال ندوة لنقابة المهندسين إلى تنفيذ 30 مشروع لتنمية الحقول باستثمارات بلغت 514 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2014 حتى العام الحالي. وأكد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط. وأضاف الملا أن قطاع البترول وقع 99 اتفاقية خلال 7 سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار. وأكد أيضا أن هناك وفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركات المتراكمة
حتى أصبحت 845 مليون دولار. ولفت إلى أن قطاع البترول حقق نسبة 24% من الناتج القومي في العام المالي 2019-2020. وأكد توصيل الغاز الطبيعي إلى 12.5 مليون وحدة سكنية. ومن المخطط تغطية 7 ملايين وحدة جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة. أصدر صندوق تنمية الصادرات 721 شهادة ل 700 شركة مصدرة بإجمالي مساندة 1,788 مليون جنيه، وبصافي 1,625 مليون جنيه بعد استقطاع المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز. وأوضحت وزارة الصناعة أن إتاحة هذه المستحقات المالية يأتي في إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمبادرة السداد الفوري للمصدرين، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الصناعة والمالية، وذلك بالتنسيق مع البنوك، وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي المستحقات الفورية بدلا من سدادها على أقساط، مما يساهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة. بحثت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع وفد رفيع المستوى من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد فرص التعاون المستقبلية، وبصفة خاصة المشاركة في المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة. استعرض اللقاء جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر مباشرة على إنتاج الغذاء. وأكدت المشاط أن العمل مع إفاد حقق التكامل مع جهود الحكومة بشأن تنمية قدرات صغار المزارعين وتحسين وصولهم للمعرفة والأسواق وتحفيز الممارسات الذكية الزراعة. نظرا لوجود بعض البطء في نظام معلومات صرف الخبز، قالت وزارة التموين أنه يجوز لأصحاب المخابز في هذه الحالة فقط صرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ مؤقتا بالبطاقة التموينية لديه اليوم فقط لحين انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية. متابعة. سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال جلسة تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من المستثمرين الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية. وتراجع المؤشر الرئيسي إيجاك 30 بنحو 5% ليبلغ مستوى 11.618 نقطة. كما انخفض المؤشرين إيجاك 70 إيجاك 100 بحوالي 3.6% 2.9%. نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية للشهر 14 على التوالي في أكتوبر الماضي، كما زاد الإنتاج بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017، مما يشير إلى استمرار قوة القطاع. كما انخفض مؤشر IHS ماركت لمدير المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.7% من 58.6% في سبتمبر، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. نما القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في أكتوبر الماضي بأسرع وتيرة منذ يونيو لعام 2019، مسجلا نموا للشهر 11 على التوالي مع انطلاق معرض إكسبو الدولي في دبي. كما قفز مؤشر IHS ماركت لمدير المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.7 في أكتوبر من 53.3 في سبتمبر، ذلك بفضل زيادة الإنفاق والسياحة. قالت وزارة النفط العراقية إن المفاوضات مع الأردن حول مشروع خط أنابيب البصرة العقبة وصلت إلى مراحل متطورة. وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة مشروع خط الأنابيب ينبغي أن تنخفض إلى ما دون 9 مليارات دولار.
انخفضت أسعار النفط بعدما أشارت بيانات للصناعة إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم، وذلك مع تصاعد الضغوط على منظمة أوبك لزيادة الإمدادات. كما تراجعت العقود الآجلة لخام القياسي العالمي بنسبة 1.2% إلى 83 دولاراً و74 سنت للبرميل. هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.6% لتسجل 82 دولارا و59 سنتا للبرميل. نهاية ثانية، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بالبدء في الانتقال للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من ديسمبر القادم. مفوضة حقوق الإنسان تندد بوحشية الانتهاكات في تجريب بأثيوبيا وتطالب بمحاسبة المسؤولين. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، شكرا لك يا لأ. شكرا ياسر، وشكرا لكم مشاهدينا، ومزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني maspiro.eg. إلى اللقاء.